قررنا انه سننطلق في تحركاتنا بوقفه احتجاجيه في ساحه القصبه يوم الخميس القادم نهار 13 اكتوبر. هذه البدايه، ولكن نتمنى احنا انه الحكومه تتجاوب معنا، وفي نفس الوقت نحب نقول لها رانا نحن نتفاداو المواجهه، ولكن ان فرضت علينا هذه المواجهه فنحن سنذهب في المواجهه الى ما لا نهايه، ما لم يقع انقاذ المؤسسات هذه وما لم يقع انقاذ القطاع بصفه عامه، ورانا مستعدين لخطوات اخرى. ونحن عدنا بعد الوقفه الاحتجاجيه جمله تحركات باش نتحركوها، وراه قد تصل بنا الى مقاطعه الانتخابات التشريعيه القادمه. وهذه هي الرساله نوجهها من الان، رانا اذا ما يقعش التجاوب والحوار الجدي وتسمع بنا رئيس الحكومه السيد رئيس الجمهوريه، راه هدفنا انقاذ المؤسسات هذه، ودينا ممدود الحوار. انتم تقولوا اللي انتم تحبوا تجدوا حلول، نحن عندنا الحلول، نحن عندنا على الاقل جزء من الحلول. وما هي يعني حتى كما قلت انا جماعه مدير الصهر في شمس فهم وفي دار الصباح عندنا حلول اخرى اللي هي نعرفوها الناس كل ما نتكهيات المهنيه، ونجموا نمشوا في انقاذ، ينجم حتى قرار التشمل سيد رئيس الحكومه انه يعني تتروى فيه وما تمشيش فيه في انتظار تاخذ معنا كهياكل، ونحن نعطوها البديل ونمشوا في حوار. اللي نتصور البلاد اليوم وضع الاجتماعي والاقتصادي ما يستحقش مواجهه اخرى مع قطاع الاعلام، يستحق حوار، والحوار هذا احنا باش يؤدي في مصلحه كل الاطراف ان نحافظوا على المؤسسات هذه، على مواطن الشغل فيها. ولكن ديما كما قال ياسر عرفات الوقت راهو في يد احنا ممدود الحوار، ولكن في يد اخرى احنا ماشيين النضال، نضالنا طبعا سلمي مش في نفس السياق، نضالنا سلمي طبعا ونضالنا يعني من اجل حقوق زملائنا، ولكن بالضبط ما تستهينوش رجاء سيد رئيس الحكومه وسيد رئيس الجمهوريه، لا تستهينوا هذه المره، ما تعتقدوش ان احنا اليوم قعدنا لهنا وباش نخفوا لكم نهار 13 وبعد باش نسكتوا، ماناش باش نسكتوا، وهاو الوقت كافي لمده اسبوع كامل يظهر لي، وهاو وزير الشؤون الاجتماعيه زاد يسمع فيها اللي احنا طلبنا منها 20,000 مره جدي بيان، يعني الجلسات للتفاوض باعتباره في وقت من الاوقات كان مكلف بهالقطاع الاعلام، بعدين ما نعرفش بعد يكون ما عادش مكلف، مره يكون مكلف، احنا تنفصلوا ما نعرفوش شكون مكلف مازال القطاع الاعلام وشكون يتفاوض فيه، مازال عنده ملف، فما مره يقول خاطر فما جات مازال عنده ملف، هو يقول اما الملف مازال عنده طبعا، فما فتره جات يقول انا ما عادش مكلف بالملف هذا، احنا ما عادش يهمناش، احنا نتوجه راسا لرئيس الحكومه سيد رئيس الجمهوريه، راهو القطاع هذا اليوم منكم، نحن يدينا ممدوده للحوار، كما تقول انت حريص على حريه الاعلام وعلى الاعلام هذايا، احنا مستعدين للحوار، ولكن في نفس الوقت زيد نعاود نكرر رانا مستعدين للنضال ولن نتراجع في الشيء هذايا. وشكرا. سنيب لابريس اللي اليوم مهدين في وجودهم كمؤسسات، ومواطن العمل اللي موجوده في المؤسسات هذه مهدده. قررنا انه البدايه باش تكون بتحرك احتجاجي في ساحه القصبه، ساحه الحكومه في القصبه، نهار الخميس 13 اكتوبر 10 متاع الصباح، والدعوه وجهناها لكافه الصحفيين لانه اليوم للاسف القرار سياسي بامتياز اكثر من انه قرار اقتصادي بانه المؤسسات هذه يتم اغلاقها، ولذلك انه كل المؤسسات الاعلاميه اليوم مهدده بان تتعرض لنفس القرار في أي وقت ما، ولذلك يلزم اليوم أن القطاع ينتفض للدفاع على وجوده، للدفاع على ديمومته، للدفاع على رزقه، للدفاع على صوته الحر. هذا كان بالتوافق مع الجامعة العامة للأعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، لأنه اليوم الوضع ما يهمش كان الصحفيين، بالعكس يهم كل العاملين في المؤسسات الإعلامية هذه، من موظفين واداريين وتقنيين وصحفيين، كلنا مشمولين بهذا القرار اللي يهدد يعني ارزاق المواطنين واللي يهدد وجود هذه المؤسسات الاعلاميه. اميره طلبت قبل جلسه. انا علاش نقولوا انه اليوم فما اراده سياسيه للتسويه القضائيه للمؤسسات الاعلاميه هذه، واللي هو يخوفنا انه تحت شعار التسويه القضائيه نمشيو لتصفيه المؤسسات الاعلاميه، اللي خوفنا انه احنا بعثنا عديد المراسلات لرئاسه الجمهوريه، لرئيس الجمهوريه، وبعثنا لرئاسة الحكومة
الحكومة وبعثنا لوزيرة المالية، ولكن للأسف اليوم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ما يتفاعلوش مطلقا مع هذه الدعوات للقاء، ما فماش لا أنه رفض طلب لقاء ولا أنه يتم تحديد موعد. ولذلك احنا اليوم أكدنا أنه طالبين لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة لتقديم الحلول البديلة عن التصفية القضائية في المؤسسات الإعلامية، لتقديم رؤيتنا لهذا القطاع باش نفهموا زاد علاش القرار هذا أخذوه. احنا نعود نوجه الدعوة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفي نفس الوقت نقولوا راهو يدينا ممدودة لتفاوض جدي، يدينا ممدودة لتقديم بدائل، ولكن أيضا رانا ماناش باش نسلموا في المؤسسات هذه، رانا زاد مستعدين للنضال، مستعدين للدفاع على أرزاق الصحفيين، أرزاق العاملين في المؤسسات هذه، وعلى تعددية المشهد الإعلامي وعلى الصوت الحر في القطاع الإعلامي. من بين الخطوات القادمة أنت مقاطعة الانتخابات التشريعية؟ احنا التحركات باش تكون بداية أهم نقطة، احنا التحركات باش تكون بدايتها بالوقفه الاحتجاجيه في القصبه نهار الخميس، ولكن كل الاحتمالات مفتوحه بما فيها مقاطعه الانتخابات التشريعيه القادمه اذا كان الحكومه ما تتفاعلش معنا بطريقه جديه في الملفات العالقه في قطاع الاعلام كفر. طبعا اليوم ندوه صحفيه بالشراكه مع النقابه الوطنيه للصحفيين هي محورها اساسا الوضعيه داخل المؤسسات الاعلاميه وخاصه مؤسسه شمس فام، دار الصباح، مؤسسة نيبلا بريس، كاكتيس برود اللي نعرفه منذ أشهر وضعيتها متردية والناس بدون أجور. اليوم الهدف متاعنا هو الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في المؤسسات هذه، الهدف متاعنا هو إيجاد حلول للمؤسسات هذه، الهدف متاعنا إجبار هذه الحكومة التي لا تريد أن تسمع أي طرف أنها تجلس إلى طاولة المفاوضات. وعلاش تجلس طاولة المفاوضات؟ لأنه اليوم مشات في حلول، الحلول الأقصى اللي هي التسوية القضائية اللي احنا نرفض طريقتها لأنها قد تؤدي إلى تصفية المؤسسات هذه. احنا ندعو الحكومة للحوار لأن عندنا بدائل لإصلاح المؤسسات هذه، بدائل لإنقاذ المؤسسات والعاملين فيها، ومش معقول اليوم نمشوا للحل الأقصى بعد الحكومات المتعاقبة لمدة 10 سنوات أو أكثر هي اللي كانت السبب في تردي الوضع داخل المؤسسات هذه. مش نحن كعاملين في المؤسسات مسؤولين على التجاوزات والاختلاسات إن وجدت، وهذا ثبتت في بعض يعني فما حتى أبحاث صارت في العملية هذه. اليوم لابد من أن الحكومة هذه تجلس إلى طاولة الحوار مع الهيئة المهنية، وإحنا كما قلت عدنا حلولنا يجوا نتناقشوا فيهم، إذا كان لقينا حلول للإنقاذ مرحبا، ما لقيناش نمشوا في حلول تكون لصالح العاملين مش حلول سكر علي الملف هذا كما تريد الحكومة هذه. احنا مجددا دعوتنا الى السيد رئيس الجمهورية الى السيد رئيس الحكومة بالجلوس طاولة المفاوضات. نحن ما نحبوش المواجهة ولكن مستعدين لها، المواجهة اللي قد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي هذا في البلاد ما تنجم تنفع حتى طرف. الحل الوحيد هو الحوار، ونتمنى ان الحكومة من هنا اليوم الخميس القادم اللي قررنا فيه الوقفة اللي باش تكون في القصبة بالعاملين بالمؤسسات هذه وستكون مساندة كبيرة من بقية العاملين في القطاع، إن شاء الله نجد الحلول قبل الوقفة هذه. ولكن إن اضطررنا إلى الذهاب في المواجهة راهو قد نصل في النهاية إلى مقاطعة حتى الانتخابات التشريعية القادمة، وهذا أمر مش في صالح البلاد. احنا مقدمين على انتخابات تشريعية ويعني برنامج جديد، إن شاء الله ما نصلوش للشيء هذا، ولكن كما نقولوا لهم راهو إيدينا اليمنى ممدودة للحوار، ولكن اليد الأخرى زادة شادين وماسكين في النضال، ورانا مش ممكن نتخلوا على زميلاتنا وزملائنا ومش ممكن نتخلوا على المؤسسات هذه.